راح تابع بتعليقاتنا على الفيسبوك اليوم بموضوع هل انتم مع او ضد عقوبه الاعدام. وقام عم بيقول انه هو اكيد مع عقوبه الاعدام لانه في جرائم من كتر بشاعتها ما بيعتقد حتى انه مقترفها هو انسان او بيمثل الانسانيه بشيء، وبيعتقد انه عقوبه ردع قويه لكل شخص تسول له نفسه بارتكاب جريمه رح يفكر فيها مرات قبل ما يقدم على تنفيذها. لولي عم بتقول انا ضد الاعدام لانه ما بيحل مشكله الجريمه بالمجتمع، المجرم هو ضحيه جمله من العوامل والظروف، انا بشوف انه ينعمل اعاده تاهيل لمرتكبي الجرائم وحالات ممكن تنعرض على اخصائيين نفسيين واجتماعيين. ايمان عم بتقول انه هي ضد فكره الاعدام لانه الله بحاسب، والمجرم لما بضل عايش بالحياه كل يوم عم ينعدم ويتعذب بدل عذاب عذابين بالدنيا والاخره. بقى كمان روري هون عم بتقول هي اكيد مع حكم الاعدام، يعني شوف عم تشوفوا التفاوت بالاراء، اكيد مع حكم الاعدام ولكن للي بيستحقوا فعلا. وام احمد قلنا على جوابها، جاسي عم بتقول اكيد ضد الاعدام، الانسان ما بيحق له يقتل الانسان الاخر، الله وحده اللي بيقرر مصير كل انسان وبيحاسبه على اعماله. وهلا عم بتقول هي مع لانه في جرائم تستاهل الاعدام، وسالمه عم بتقول على حسب الجنايه. رح ننتقل هلا لموضوع ثاني حبيب قلبه للشيف عبد الله، مش المطبخ اكيد انما بالسينما. ضمن افلام هالاسبوع فيلم الفانتسي مس بيريجرينز هوم فور بيكيوليير تشيلدرن، وقت اللي بيكتشف جايكوب بعض المؤشرات عن السر اللي امتد على مدى الايام والازمان بيبدا التخوف من القدرات الخاصه عن سكان هالبيت، مع ايفا جرين، ساميول ال جاكسون وجودي دنش. Look after them, Jake. I promise. والفيلم الدرامي ديب ووتر هورايزن عن قصه الدريلينج ريج اللي انفجرت بنيسان 2010 وخلقت اسوا ازمه تسرب للنفط بتاريخ امريكا، مع مارك وولبرغ، كيت هاتسون وكيرت راسل. I'm not talking to you. I'm mad at you. Oh no, really? وفيلم الانيميشن ستوركس عن طائر اللقلق اللي غير وظيفته من تسليم الاطفال لتسليم الاغراض، ولكن وقت اللي بيظهر طلب لايصال طفل افضل طريقه لاصلاح المشكله هي الالتزام بالوظيفه الاصليه، باصوات جينيفر انستون، اندي سامبرغ وغيرهم. ومننتقل لعند الشيف عبد الله، انتوا شوفوه كيف قاعد وناطر، صالي يعني هيك يعني. رح ننتقل لعنده ورشة ملح. يعني مع غيدا الواحد ما بيهم يروح على السينما، بيحضر كل شيء، هو عم يشتغل بقلب المطبخ. طيب، شو صرنا عاملين لهلا أو يلي هلا عم يتابعنا شو عم نعمل؟ حتلاقوا عندي بقلب الصينية ثوم مع بصل عم يتقلوا، حاجي ضيف عليهم من الفلايفلة الخضراء، فيكم ضيفوا الفلايفلة الحمراء، فيكم ضيفوا الفلايفلة الصفراء. الفلايفلة ما بدي اياها تاخذ لون ولا تستوي، بدي اياها تضلها هيك عم تقرش، فحتى ساعدها انه تضلها محافظة على القوام تاعها، حاجي ضيف اللحمة المفرومة خشنة وجين على الطبق اللي عندي او على الجات اللي عندي. بهيدي الطريقة لكن صار عندي اللحمة، صار عندي بصل مع الثوم، عنا الفلايفلي، زيت الزيتون، عم نقلب هيدي الخضار لنعطيها شوية دسامة. فينا نحط من السمنة، انا هحط تقريبا ملعقة ونص من الزبدة، وارجع اجي ضيف عليها من القرفة، وفيكم تضيفوا من الفلفل الحلو، لكن قرفة، زبدة، زيت زيتون، اللحمة، البصل والثوم، وهلا عم نجي نضيف عليهم ملعقة من الملح. هيدا الخليط اللي عندي، شو بعد ناقصه ليكتمل؟ غير انها تستوي اللحمه وتصير عندي جوسي بمفعول، تصير عندي طريه بقلبها هيك المرأة تعيطها بمفعول الزبده،
والدهن بقلبها. ومثل ما قلت هذا الطبق بينعمل عادة مع لحم الغنم، بس نحن اليوم عم نعمله مع اللحم البقري، لأنه في كتير عالم ما بتاكل لحم الغنم أو بتفضل تبعد عن لحم الغنم، لأنه بنعرف قديه غني بالدهون. هاي اللحمة عندي صارت متبلة، بعد بدي زيد عليها بوقفتنا الإخرانية، حزيد عليها من الرب البندورة ومن رب الرمان لتعطيها الطعمة واللون والحموضة. هيك لكان هيدي الميلة صار عنا اللحمة. تاني ميلة هتلاقوا عندي الحمص الحب اللي بدنا نعمل فيه الفتة الحلبية. هترك الحمص سخن بقلب المي تاعيته، حاجي جيب الجات اللي بدنا نعمل فيه الفتة. أكيد نحن بأول وقفة شفتوا كيف قلينا الخبز، وبرجع بقلكم بدكم تحمصوا الخبز، فيكم تحمصوا الخبز وفيكم تعملوها على الغاز أو بالفرن وترجعوا تفرفتوا الخبز. وحتى بالسوبر ماركت أو بالمحلات لفرنسا صار في خبز محمص جاهز تقدروا تستعملوه كمان. حاجي بعد ما صفيت من الزيت الخبز اللي عندي، نجي بنوضعه بقلب جاط التقديم اللي بدنا نقدم فيه المفتة. المفتة قال اللي بدنا نقدم فيه الفتة. شو بعد ناقص؟ اللحمة موجودة عندي، الخبز موجود عندي، والحمص، بعد أكيد اللبن. طالما اليوم نحن بدنا نعمل طبق اللي هو متبل الكوسة، وأكيد الوصفات بيمرقوا قدامكم على الشاشة، واللي ما بيلحق يحضرنا في شوفنا على يوتيوب عالم الصباح، وفي يسأل عن الريسيبي على الفيسبوك على صفحة الشيف عبد الله خضر. عندي حتلاقوا من اللبن، اللبن طالما اللبن بدي استعمله بالوصفتين، فرد مرة نضرب عصفورين بحجر، منحط الثوم، منحط رشة من الملح، منرجع منضيف الطحينة، عم نخلط اللبن بالطحينة، لأنه قلنا بدنا نستعمله للمطبل وبدنا نستعملها للفتة اللي عنا. هيدي الخلطة. بعد بدنا نضيف عليها من الحامض العصير الطبيعي، وأكيد بدنا ندوق بعد ما نخلط المكونات مع بعضها. لكن توبنا اللبن، منقول هيدي المرحلة، مع الطحينة اللي عنا. إذا لقيتوا اللبن عندكم جمد على مفعول الطحينه، فيكم تضيفوا من المي البارده. لكن صار عندي الخليط جاهز، بقدر انا سقي فيه الخبز مع الحمص ونعمل الفته بطحينه، الفته العاديه. حتلاقوا اللبن عندي كيف تغير لونه، صار لونه على غامق. شفتوا كيف عم بشد لما اجي نحرك اللبن، لانه مثل ما قلت على الحامض وعلى الطحينه. حنجي ندوق اللبن اللي عندنا شوي لنشوف اذا بده ملح او بده حامض. بيحمل من الحامض، ثوم طيب بقلبه، كذلك الامر الطحينه مع الملح. هاي اللبن عندي صار جاهز. حتى هذا اللبن فينا نعملها مع لحم بعجين أو مع كفتة الدجاج. كمان الطحينة مع اللبن والحامض والثوم بتعطينا طعمة طيبة. نرجع نطلع على اللحم اللي عنا، شفتوا كيف المرأة اللي بقلبها موجودة صارت من الدهن، وموجودة صارت من الزبدة اللي حطيناها. بتاني ميلة هتلاقوا الكوسة اللي سلقناهم. شو بدنا نجي نعمل؟ هناخد الكوسة ونجي نبرشهم على المبرشة. طبيعة الحال فيكن على المكنة وفيكن على الإيد أو بالسكينة، حتى اللب اللي ضل عنا
نرجع بنستعمله وبنفرمه مع المتبل اللي عندنا. مثل ما قلت نحن عملنا سبق متبل العادي، عملنا متبل الباذنجان، عملنا متبل الشمندر، ومرق معنا متبل الجزر، وهلا عم نضيف فكره جديده للي ما بيحب الكوسه، او في عالم كثير ما بتحب الكوسه، فمنلعب على الطعمه ومنرغبهم بالكوسه وبنقدر نعمل طبق جديد. وخاصة المتبل مثل ما بنعرف بيلبق مع كثير انواع من الاسماك وبيلبق مع اللحوم، وحتى فينا نعمل سلطه ونقدم معها المتبل كطبق جانبي بيتاكل دائما على الغداء على العشاء، ما في مشكله بالمتبل. هاي الكوسه مع البزر اللي عندنا، كيف بالباذنجان مع البزر اللي عندنا نفس الطريقه. الكوسه صار عندي جاهز، شو بدي اضيف له بعد ما افرم؟ عندنا بدنا نفرم القشره الخارجيه اللي ضلت للكوسه. نتطلع بهيدي الميله، اللحمه عندنا صارت تقريبا 90% مستويه، هيدا بشجعني هلا انه ضيف عليها رب البندوره. وبالكاسة اللي عنا منعبيها مي كذلك الامر. فيكن تحركوا رب البندورة على جنب بكاسة مي، يعني قديه حطيتوا مقدار من رب البندورة تكسروه بنفس المقدار من المي. نجي منضيفهم بهالطريقة. بعد عنا اللحمة انه نضيف لها رب الرمان، هيدي اللي حتصير بوقفتنا الاخرانية، ونرجع نقلل المكسرات ونشوف كيف بده نقدم الطبق اللي عنا، الفتة مع اللحمة على الطريقة الحلبية، وأكيد مع متبل الكوسة. هاي الكوسة اللي عم تضحك، ايه ماشي الحال. هاي الكوسة نرجع مثل ما قلت اللب اللي ضل عنا أو القشرة الخارجية كمان بتعطيني سماكة بقلب المتبل. لكن الكوسه صارت جاهزه عندي، اللبن مطوم، الخضره بدنا او الحشائش بدنا نفرمها، الحمص صار جاهز، اللحمه 90% والخبز كمان كذلك الامر صار جاهز عنا. كل هالخبريات حندمجها، حنشوف كيف بدنا نقدم طبقنا بعد البريك، بريك ونشوفكم بعد شوي. اخر وقفه بعالم الصباح هلا مع ال مع ال سلامتنا اخر وقفه مع ال رشه ملح، رشه ملح بس مع مين رشه ملح؟ بس مع مين رشه ملح؟ مع شيف عبد الله؟ يا الله، وانا اقول بشايفه هالوجه قبل هالوجه. شوفوا اليوم للشيف عبد الله من الصبح بده يعمل فته ال هلا كان بده يحط ال متبل ال هلا شو حنعمل ال بال هيدي؟ إذا هيك بدنا نكمل ما حنعمل شيء. طيب حنرجع نسكر على السريع، أول شيء حدور الغاز ارجع تحت الزبدة اللي عندي، مثل ما قلت فيكم تستعملوا السمنة. هيدي الزبدة اللي عندي حآخذ من المكسرات اللي هي اللوز لنقليها فيها. أوكي. ثاني شغلة حنعمل، حتيجوا تلاقوا عندي الحمص المسلوق. أوكي. حناخذ الحمص مع شوي من المرقة تعيته ونسقب قلبها. الخبز. الخبز لمقلين مثل ما قلت نحن الخبز فينا نحمصه، بس طالما عم نعمل طبق عقصوله بدنا نتحمل شوية دسامة، يعني شوية بالعكس انا انبسط بالدسامة. اوكي. هلا الحمص اللي عندي اللي كان مسلوق فيكم تجيبوا من المعلبات بتغسلوها اذا بدكم مزبوط، بترجعوا بتحطوها من المي وبترجعوا اخر شيء بتسخنوها، او يكون عندكم الحمص الحب المنقوع قبل بنهار. اوكي
وبعد ما ينقع نرجع نسلقه. واذا حد بيتكم في شي فوال نص كيلو حمص بيمشي الحال. شريته ولا تربيته؟ 100%. هلا عم تشوفوا عندي هون في اللحمه. اللحمه حطينا من البصل من الثوم من الفلافل الخضراء مع اللحمه المفرومه خشنه. رجعنا ضفنا لها من الزبده لتعطي دسامه، وضفنا لها من رب البندوره مع المي، واخر شيء حنجي نعمله حنضيف من رب الرمان. فيكم تحطوا من عصير الحامض اذا بدكم. ايه فيكم تحطوا من الرمان الحب كمان، هذا الشيء بيرجع لكم. يعني انت نطرت كارلا لحتى فلت لحتى ما خليت كلمه دسامه. لا ياخذ مجدي. ايه حط السمنه وقبل كمان هون حاطط الخبز المقلي. نطر كارلا لحتى فلت، حكي بالاشياء الصحيه 100%، وانه ما حيستعمل لحمه غنم لانه بيقولوها انه هي دسمه. إيه حيستعمل لحم بقر. طيب وطلع الفرق. ما فينا نعملها دايت على الاخير. يعني هلا اوكي، هاي اللحمه عندي صارت جاهزه، نجي لخبريه اللبن. يلا. وهي اللبن، بس قبل اللبن احنا خوفين تحترق معنا القلوبات. ايه شو حنعمل؟ يلا ناخذ صحن منطفي عصو، بس بدك شوي تلونهم يعني 100%، ما بدي اعطيهم نكهه كثير. هاي الزبده حنرجع نستعملها. عاد نطفي الغاز كمان على اللحمه. اي لبن في عالم بتسخنه، بس نحن بنفضل ما نسخنه. ايه لا اطيب مع الطحينه. ايه اطيب خلص ما تسخنه اطيب. ايه اطيب اللبن خلص امرك. قلت لك لانه اوريدي المكونات. لا اوكي، هاي اللبن اللي عندي حتشوفوا كيف صار القوام تاعه سميك، لانه بقلبه من الحامض، بقلبه من الثوم، وبقلبه من الطحينه مع الملح. جينا خلطناهم بالشريط الخفق ونكهنا هاللبن اللي عندنا ليصير جاهز انه يستقبل على وجهه اللحمه. حسيتك عم تحكي عن شيء بطل خارق مثل سوبرمان. شريط الخفق. بس هو شريط الخفق قال. بس هيك حسيت هدول حتى لك كيف بتجرب تدخلنا العبارات السينمائية بقلب الطبخ. وراك زمن طويل. ايه. هيك بنكون غطينا كل الميلات اللي عنا، كل الاطراف، بنخلي هيدا الباقي اللبن لانه بدنا نعمل فيها المتبل. اوكي. يلا. متبل شو؟ متبل شو يا شيف؟ متبل هيدا الاخضر. ايه هيدا الاخضر هيك اللي وجبت منه اليوم انت قطعه كبيره. لا وهن بوجهي وانا عم اقول متبل شو متبل شو. هيك بيقولوا الشغله بتكون بوجهك وما بتشوفها 100%. نجي. يلا. ناخذ اللحم اللي عندنا بهيدي الطريقة. طبق دسم، ما نقول لا، ما نضحك على بعض. لا. نحن ما حطينا من السمنة برجع بقول، وما حطينا من اللحم الغنم، جبنا اللحم مسيفة شوي، يعني بقلبها شوي من الدهنة، حبينا نحن نعطيها الطعمة تاعيتنا. هلا في عالم بفضلوا يعملوا طبقات، يعني كيف نحن عملنا الخبز فوقه الحمص فوقه اللبن وفوقه اللحمه، بيرجعوا بيعملوا طبقه ثانيه كمان كذلك الامر وبينهوا باللحمه. اكيد الوصفات حتبرم قدامنا على الشاشه، ومثل ما قلت ما بلحق يحضرنا في يشوفنا على يوتيوب، وفي يسال عن الوصفه على صفحه الشيف عبد الله خضر على الفيسبوك. وهي اللحمه اللي عندنا مع الفلايفلي الالوان صارت جاهزه. يعني واحد بيقولوا اكلي وانسمت عليك. ايه كل وبحلق عينيك. يعني ما بدنا نعمل طبق صغير. إيه؟ عملنا طبق حرزين. ايه هلا شو بنعمل؟ ناخد المكسرات بهالطريقه بنحطهم على وجه. واخر شيء طب ما حدا يزعل منا كمان شوي من الزبده شوي. هي هونك تشوف يا كارلا شو عم يعمل الشيف عبد الله من ورا ظهرك. طيب يا لطيف يا لطيف.
هاي الطبق عنا. اول واحد صار جاهز، بعد ناقصه شغله وحده. بدك تحط شيء دسم بعد ولا لا؟ خلص لا خلص دسم، ما بقى فينا دسم. اتسمن هيك. خلص هيدا الماكسيموم. نجي بنفرم شوي من البقدونس، لكن الفتة على الطريقة الحلبية. فيكم تضيفوا منشطة الحر للحمة، أنا حطيت اليوم حطينا من الرب البندورة بدل رب الحر، كمان بهيدي الطريقة. وهي طبقنا فينا صار جاهز، صار جاهز. بعد عنا المتبل لنكمل الطبق، بس قبل خلينا نجيب عصفور وخيطه. ايه اكيد. ملعقه لسكر. نجي لخبريه المتبل. المتبل اللي عندي فيكم تشووا بالفرن الباذنجان، وفيكم تسلقوا الباذنجان مثل ما انا الباذنجان. انا تركتك لشوف لوين مكفى. اوكي. حتى ما تقول انه انا وراك ما شكلي مكفى. سكتت. ما فتحت تمي انا لحتى حتى اشوف. حتى احمد كمان ضدنا وسامي ضدنا وعماد ضدنا اليوم. انا معك اليوم، ما زابط اليوم. ماشي، منيح انه كارلا كانت معي اليوم. وانا معك. انت معي؟ ايه والله. يا طيب يلا، الكوسه اللي عنا زبطت. برافو. من اول ضربه الكوسه اللي عنا بعد ما سلقناها وبرشناها نجي من معصها شوي بهالطريقه. فيكم تعملوها على المكنه بس تطلع ناعمة كثير. ايه لا أوكي؟ هيك احسن، هيك احسن. حنيجي ناخد من اللبن، برجع بذكر اللبن حطينا له من الطحينة، من عصير الحامض حطينا له من الثوم والملح. والملح 100%. فينا نقدم مع هذا الطبق الخبز المحمص، وحنقدم معه اكيد مثل ما شايفين هلا حنحط معه من المكسرات اللي هن الجوز لنعطيه شوية طعمة قوي. بعد ناقصنا شغله وحده. شو هي؟ النعنع. بس حندوق بهالوقت. يلا. كوسا بده ملح. ايه اكيد بيحمل ملح، لانه بنعرف ان الكوسا من الخضار الحلوه الطعمه. حنعطيها شوي من الحامض كمان. بكفي هالقد لبن بس شيف؟ خلاص؟ ايه. اه ما بدك تحط. لا هلا بنترك هذا اللبن على جنب. ايه. اللي بده يزيد مع الفته في يزيد. يلا حنفضي اللبن. يلا ها. هي بقى اللبن، تفضلي. ثانك يو. ساعدتني، سجلوا انه ساعدتني ها. هيك صار؟ سجلوا. أول مرة بساعدك؟ لا أكيد لا 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 أصلاً رح أسحب السفرة. لا 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 لا. يا بناخذ من النعنع النعنع مع الكوسة مع اللبن والطحينة كمان بيلبق. فيكم تحطوا من النعنع اليابس، أنا بفضل الورق الأخضر، بيعطي طعمة أطيب وبيعطي بالانس، يعني توازن بالنكهات بين الكوسة اللي هي الكوسة عادة من الخضار اللي قلنا ما لها طعمة لأنه هي من الجذور لحالة. يعني فنحن بنجرب ننكهها. ايه صح. يا هاي النعنع اللي عنا نفرمون بهالطريقة. منضيفهم فوق المتبل اللي عنا. يا نجي ننظف طاولتنا. نحن وعم نحرك المتبل حنحكي عن الاحد شوي شو عنا وصفات. الاحد حيكون عنا تارت المعمول، يعني حنعمل عجينة المعمول. بس بدل ما نعمل تارت بعجينة الملفوي او بعجينة التارت حنعملها ب تارت المعمول بعجينة المعمول. أه. اوكي، ونحط معه من القشطة
ونزينه بريحه الحلقوم وبالمكسرات. أوه. والطبق الثاني اللي حيكون عنا كيك الفستق. يعني لما نقول كيك الفستق حنعمل كيك بازل كيك العادي. ايه. وننكهه بالفستق الحلبي ونحط له شوي من التلمين الخضراء ليطلع عنا لونه هيك اخضر حلو. اها. منيح؟ اوه ايه عظيمين هدول الاطباق. هاي المتبل عندي صار جاهز. نجي نقسمهم على الاطباق اللي عنا. ايه. حلوة ريحته. واطيب واطيب لما يكون بالبراد مسقع. ايه. اوكي. وخاصة انا بالنسبة لي الشغلة اللي فيها الطحينة واللي فيها الحامض لما تبيض تطلع اطيب. يعني تاني نهار اطيب. اطيب بيطلع. بهالطريقة. اوه عظيمة. هلا ناقصنا بعد زيت زيتون. زيت الزيتون. واخر شيء بدنا نضيف الجوز. الجوز. ما تقول ما عم ساعدك. لا 100%. ما اصلا ما بقى في شيء قدامي الا الجوز. اه هيك ما لي كريدت بقى. لا اكيد لك كريدت. طيب انه اوكي. يا عمي والله ما مخلص. خلص. وهي نطحن شوي من الجوز بهالطريقة. وهيك بنكون عملنا المتبل او دورنا اعادة الكوسة المسلوقة او المشوية مثل ما قلت عملناها متبل. وشفتوا كيف جربت ادمج المكونات. يعني اليوم استعملت زيت الزيتون واستعملت اللبن والطحينة والحامض والثوم بالوصفتين. وهي وصفتنا لليوم نهار الجمعة. قول ما ساعدتك. كلك ذوق. شوف لكن حنرجع نعيد على السريع. يلا بعد معنا دقيقة. ايه ماكسيموم. حنعيد عملنا الفتة الحلبية مع اللحمة وعملنا متبل. تبل شو؟ تبل الكوسة. تبل الكوسة يا شيف عبد الله. برافو. فينا نعملها بالباذنجان المشوي او الباذنجان المسلوق مش هيك؟ ايه لمتبل الكوسة. هيك؟ والله والله. وراك وراك. وراي وراي. خلص. خلص ماشي الحال. عمين علقت. لكن انا بشوفكم برجع نهار الاحد وبشوفكم نهار الاثنين باذن الله. اكيد. بون ويكند للجميع وثانك يو لكم. ميرسي كثير شيف يعطيك الف عافيه. فاذا مثل ما قلت نهار الاحد بنكون معك بنهار طبخ مع حلويات طيبه مثل العاده. نحن بنودع كل المشاهدين مثل العاده نهار الجمعه بنودعكم بكير لحتى ننتقل لمكه المكرمه ونكون بوقائع صلاه الجمعه. صلاه مقبوله من الجميع. نحن بنشوفكم بكره تمام الساعه 10 بتوقيت بيروت. باي باي.